اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الحمد لله القيس القارئ الواضح برهان المنصود في الوجود كرم واحسان صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شان خلق الخلق لحكما وطال علما وبسط لهم وفائد ما جرت به في أغداره القسمة الله عليه أرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت سرادته الأزلية بخلق ذات العبد المحبوب وانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرته الإحسان ورقاك من تضارت في هيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت درج العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا مع السلام في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا مع السلام في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا يا Oh, yeah.
Hadirin yang terhormati,